غل على الطريق ده. انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ ما هي فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسنون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه. انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعدوا على السراح يا ولد. هو ده بشبيش؟ ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجاي. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنوروا. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك. خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقى في ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقى انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني ايه. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف.